جبل برام أين يقع؟ وكم يبعد عن المدينة المنورة؟ وما هي أبرز المعالم التي حول هذا الجبل وأهم الأحداث التي وقعت جواره من السيرة النبوية؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة، فكونوا معنا. بسم الله، توكلنا على الله. جبل برام بفتح أوله وبكسره، والفتح أكثر. جبل عند الحرة من ناحية النقيع كأنه فسطاط، يبتدئ منه النقيع وهو من أعلامه في المغرب، ويقابله عسيب في المشرق. وهذا ذكره السمهودي في وفاء الوفاء، والفيروز أبادي في المغانم المطابة، والبكري في معجم مستعجم. وهو في وسط حوض الوادي، وفي أخصب ناحية منه، فعنده تجتمع كل روافد أعالي النقيع. وجبل برام له ذكر في تاريخ وادي النقيع، ومن برام يبتدي وادي النقيع، وهو على شكل خيمة، وقد تغير اسمه إلى عبود، وكان يسكن الوادي قبيلة مزينة، وخلفتهم فيه الآن قبيلة السهلية من حرب. وذكر الشيخ عبد الله مصطفى الشنقيطي في كتابه أحماء المدينة، فقال: جبل برام أشهر أعلام النقيع، فهو أحد أهرام الوادي الثلاثة إنجاز التعبير. فجبل برام مع جبل الواتدة والشجرة، هذه الأعلام تقع في بسيط من الأرض في حوض وادي النقيع، تجعل الناظر إليهم كأنه يرى أهرامات الجيزة الثلاثة. فهذه الجبال عبارة عن مخاريط بركانية تشبه في شكلها وحجمها وتناظرها أهرامات مصر، وأشهر هذه الجبال هو برام. ويحيط بجبل برام وهو عبود حالياً مفايض الأودية والشعاب التي تكون مبتدأ وادي النقيع، وهذا يجعل الأرض المحيطة بجبل برام ذات طبيعة خصبة تحتوي على أنواع كثيرة من الأشجار المعمرة مثل السدر والسيال والسلم والطلح والسمر والعوسج، والنباتات الحولية مثل الرمث والثمام والعرار والعرفج، ونباتات أخرى كثيرة متنوعة لا حصر لها. وهذا المكان له خاصية، فهو لا يكاد يجدب أبدا. قلت: وقد زرت هذا المكان بنفسي ووقفت عليه، فوجدت فيه الربيع بكثرة والغنم ترعى فيه. ولبرام شهرة قبل الإسلام، فعندما مات صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلمي أخو الخنساء تماضر بنت عمرو الشاعرة الصحابية رضي الله عنها، دفن على رأس برام تكريما له فيما يظهر. ويواصل الشيخ عبد الله مصطفى حديثه عن جبل برام فيقول: في يوم الخميس 16 من ذي الحجة عام 1433 هجري، عزمت على الصعود إلى قمة جبل برام للتأكد من مصداقية ما جاء في الروايات من وجود قبر صخر أخي الخنساء على قمته. يقول: وبعد عناء وصلنا إلى القمة، وبدأنا في البحث عن وجود أدلة أو مؤشرات تدل على وجود القبر، فلاحظنا عدة آثار من بينها أدعية نقشت على الصخور تعود إلى عصور إسلامية مبكرة، كما لفت انتباهنا وجود دائرة حجرية بيضاوية الشكل في أحد حجارتها، نقش عجيب يصور ما يشبه امرأة ناشرة شعرها كأنها تولول رافعة مشعلا بيدها، عند أقدامها ما يشبه جسد مسجى في منظر يترجم بصورة بصرية فنية بيت الخنساء الشهير: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فهل هذا هو قبر صخر؟ الله أعلم. ويعلق الشيخ عبد الله مصطفى على هذا النقش الموجود على رأس جبل برام فيقول: هذا النقش موجود على رأس برام بجانب ما يعتقد أنه قبر صخر، فهل هناك علاقة بينهما؟ إذا علمنا أن صخرا كان يتعالج لمدة سنة في النقيع قرب جبل برام، أو أن هذا المكان كان يتمتع بخصائص بيئية تجعله مكانا مناسبا للاستشفاء. وقريب جبل برام جبل عسيب، وله ذكر في السيرة النبوية. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، نزل عند عسيب وصلى في أعلاه. روى الهجري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في المسجد بأعلى عسيب. وأيضا قريب جبل برام جبل مقمل، وهو جنوب جبل برام،
ويبعد عنه حوالي 400 متر، وفيه مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الهجري: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على مقمل وصلى فيه، فمسجده هناك. وعده السمهودي من المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فقال: ومنها مسجد مقمل بوسط النقيع. برام في الشعر. جبل برام له ذكر في الشعر العربي. يقول الشاعر المخرق المزني: وإني لأهوى من هوى بعض أهله براما وأجزاعا بهن برام. ويقول أبو قطيفة عمرو بن وليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي: وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نفاه من المدينة في من نفى من بني أمية، فلحق بالشام، فقال يتشوق إلى المدينة: ليت شعري وأين مني ليتا، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد العقيق أم غيرته بعد الحادثات والأيام. منزل كنت أشتهي أن أراه، ما إليه لمن بحمصي مرام، إلى آخر القصيدة. فبلغ عبد الله بن الزبير شعره، فقال حن أبو قطيفة: ألا من رآه فليبلغه أني قد أمنته فليرجع، فمات قبل أن يبلغ المدينة.